قبل أن نبدأ بهذا المحتوى النافع إن شاء الله، لا تنسوا تشجيعنا ودعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم. حديثنا اليوم عن موضوع مهم لا يقل أهمية عن التدريب نفسه، وهو موضوع الإحماء وتمرين العضلات قبل التدريب نفسه. مهم جدا يا شباب ويا متابعين انه قبل التدريب يتم تسخين الجسم ويتم تليين عضلات الجسم وتليين المفاصل واحمائها من 10 دقائق ل 15 دقيقة، اللي هي تتمثل بالاحماء واللي بنسميها المتيحوت، اللي هي تمارين المرونة والليونة للمفاصل وللعضلات. مهم جدا قبل التدريب دائما أن يتم تسخين عضلات الجسم، اللي هو الإحماء الجيد، من 10 ل 15 دقيقة، قد يمتد ل 20 دقيقة أحيانا إذا لزم الأمر. وفي نهاية التدريب لابد من تمديد عضلات الجسم وتليين العضلات حتى أنه نمنع تعرضها للإصابات المحتملة. فوائد الإحماء، إحماء عضلات الجسم بدخل على العضلات الأكسجين الكافي، لأنه العضلة بحاجة لثلاث عناصر مهمة. الأولى الماء والغذاء، والثاني الغذاء، والثالثة الأكسجين. أثناء التدريب كما تعلمون يصعب على الإنسان تناول الطعام، بل أنه يمنع تناول الطعام حتى لا يثقل جسمه أثناء التدريب، وحتى عملية الهضم ما تتم أثناء التدريب. فالإنسان أثناء التدريب مسموح له إذا نزل عنده مستوى السكر أو شعر بدوخة أو شعر بحاجة للطعام، أنه يأكل قطعة شوكولاتة صغيرة أو مثلا حبة تمر أو حبة موز أثناء التدريب نفسه. هذا مسموح، بعض الناس يجهل ذلك، يظن أنه ممنوع الأكل في التدريب بتاتا. بيقدر يأكل، لكن شيء بسيط جدا، يعني مثلا حبة تمر، حبة موز، شيء بسيط، أو قطعة شوكولاتة صغيرة، حتى أنه يستمر في التدريب هذا فيما لو شعر بجوع شديد أو عدم وجود طاقة كافية لإتمام التدريب. وطبعا لا ننسى شرب كميات من الماء لا تكون كثيرة، حتى برضو ما نثقل الجسم، ما نثقل المعدة، بتكون كميات بسيطة من الماء، يعني رشفات من الماء. يعني أثناء التدريب خلينا نقول تدريب ساعة أو ساعة ونصف، يكون من 3 إلى 4 محطات شرب ماء، استراحات صغيرة، يكون شرب الماء على رشفات صغيرة وليس على كميات كبيرة أو أكواب كبيرة. نرجع للإحماء. الإحماء مهم لتدفق الدم للعضلة، بحسن الدورة الدموية أثناء التدريب، بقوي الدورة الدموية، بضخ الدم بصورة كبيرة ومطلوبة، دم وأكسجين للعضلة، حتى أنه العضلة تحمى وتنتفخ وبتكون مؤهلة ومهيئة للاستمرار بعملية التدريب مهما كان، في كل أنواع الرياضة. بدك تتدرب أثقال، بدك تتدرب ملاكمة، كيك بوكسينج، فنون قتال، سباحة، جري، ركض، مش مهم، أي تدريب، كرة قدم، أي تدريب أنت بتتدربه لازم تعمل عملية الإحماء. في بعض الناس بيسألوا، طيب أنا بشوف أنه مثلا هذا الإنسان بيعمل الإحماء بصورة، وهذا الثاني بيعمل إحماء بصورة ثانية، وهذا الرياضة بيعمل، كله صح، ما دام الإحماء مبني على عكرونات إيمون ومبني على قواعد علمية صح في التدريب وتمارين مظبوطة فهو صحيح. كل التمارين الرياضية المعروفة المعترف فيها هي صحيحة، وبتقدر تستعمل أي طريقة للإحماء، والمدربين بيختلفوا في طرقهم في الإحماء، حتى اللي بيكونوا من نفس الرياضة نفسها، يعني من نفس الرياضة قد تجد أنه مدرب يختلف عن المدرب الآخر بطريقة الإحماء. هذا الأمر عادي جدا، ما فيش فيه أي إشكالية. باختصار، لا تنسوا يا أصدقائي إنكم دائما قبل التدريب تبدأوا بالإحماء وتمديد العضلات، وفي نهاية التدريب برضو تمددوا العضلات، منعا للإصابات وتليينا لعضلات الجسم، ومنعا للإصابات التي قد تحصل في العضلة ليس فقط أثناء التدريب
خاصة الفنون القتالية، بل نقصد بالإصابات إصابات المفاصل، تشنج العضلات، المد العضلي، تمزق العضلي لا سمح الله. فمهم جدا الإحماء يا إخواني وأصدقائي، وهذا جزء لا يتجزأ من التدريب، جزء لا يتجزأ من التدريب. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، نلتقي بكم في حلقة توعوية وفائدة أخرى في المستقبل القريب، والسلام عليكم.